السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده انا هيسام مرسي ودي قناتي برو coinadbro coinadbro هي قناه وكمان موقع استثماري يمكنك الربح بالمجان او الاستثمار معانا في باقات تقاسم الارباح بالشريعه الاسلاميه او شراء العدويات وربح اكثر واكثر, وأكثر وانتم عارفين الطرق ومش هنتكلم لكم الرابط اسفل الموقع ولكن النهارده موقعنا او موضوعنا عن شيرنبي اتكلمت عليه في شرحين تقريبا بس لو انت شفت جميع شروحات هتلاقيهم خمسه ف في الوقت حاليا في الوقت دوت في هذا الوقت انا انصح الاعضاء وانصح اصحاب العملات الرقميه باستخدام هذا البرنامج شريمبي وهقول لكم ليه النهارده شيرنبي وهنشوف دلوقتي قبل ما ابدا الشرح اخبار السوق ايه تعالوا نشوف مع بعض طبعا زي ما انتم شايفين أمام حضراتكم السوق مش منتظم حتى لو البيتكوين بير 0.41% بوينت فورتي أو واحد في في ارتفاع وهبوط ولكن ده في خلال السبع أيام اللي فاتوا يعني على مدار السبع أيام ولكن لو انت شايف الربح زيرو في المية يعني لا شيء انت عشان تتداول وتربح لازم على الأقل تربح لك واحد في المية عشان تبدأ تقول انا بعمل فلوس طبعا الماركت كابيتاليزيشن يعني نسبة السوق قليلة جدا وكمان ما فيش سوق في ركود في اخبار بترفع واخبار بتنزل البيتكوين ولكن تعالوا نشوف اخبار السوق اهو قدام حضراتكم كلكم ما بيصرش لان لو احنا رحنا نشوف النهارده انا جايب لكم حاجه سهله مش جايب لكم الترند من من اي موقع او 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 ولكن تعالوا بصوا مثلا على البيتكوين النهارده مثلا في 11 نوفمبر اوكي 11 نوفمبر تعال نشوف النهارده 27 نوفمبر اهو يعني هو كان هنا كان البيتكوين ب 6523 يوم 11 يوم 7 نوفمبر اوكي يوم 12 نوفمبر بقى 600 6300 وبعد كده نزل يوم 17 يعني تخيل من يوم 11 كان 6387 بقى يوم 18 5000 يعني حوالي 1000 او اقل من 1000 تقريبا بكميه معينه تعالى نشوف يوم 17 احنا دلوقتي تعال ننزل يوم 30 نوفمبر نزل تمام تعال نشوف النهارده 4000 يعني لو انت شايف على مدار هذا الوقت او هذا الاسبوع تعال نشوف في مدار 2019 ونشوف اخبار السوق لو احنا ملاحظين الفرق دوت او نزول في السوق زي ما انتم حضرتكم شايفين انا بحاول ابسط عليكم الطريقه يعني الشكل وبطريقه سهله تعال نشوف النهارده اليوم ده حال السوق النهاردة حال السوق النهاردة زي ما انتم شايفين طالع ونازل ولكن ما فيش ربح لان احنا شفنا دلوقتي ان الربح اهو اهو اللي بيتكلم تمام يعني انتوا شايفين ان السوق مش مش كويس اوكي السوق مش كويس بس مش بس على البيتكوين ولكن احنا بنتكلم على الجنرال اي نعم في ارتفاع ارتفاع في خلال 24 ساعه ارتفاع في خلال الاسبوع ولكن مش هذا اللي بناخده في او بنركز عليه بالظبط ولكن احنا بنركز بنشوف المنصات يعني هل ال 4.60% في الايوس ايه الارتفاع الغريب ده ممكن نلاقيه في منصات في الصين تمام ممكن في باينانس ممكن 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 فهي دي الطريقه اللي انت ازاي تكسب منها من خلال شرامبي حاليا التداول صعب هقول لكم تمام ولكن احنا شغالين فريقنا شغال بكل جهد عشان يلاقي الحل طبعا احنا عندنا الجروب اللي احنا فتحناه اللي انا هعرضه عليكم النهارده باذن الله هو الجروب اللي امام حضراتكم دلوقتي اللي هو كويناد برو كواليتي سينيال مش هو هو كان مفتوح اصلا هو شريمبي وهسيب لكم يعني احنا كنا عارضينه للبوتات عامه ولكن انا هسيب لكم الرابط تحت علشان تشترك في الجروب ده هيكون خاص بالعملات الرقميه وبالاخص حاليا شريمبي وهقول لكم ليه السبب السبب ان ناس كتير رسلتني في في الخاص على التليجرام وقالت لي احنا عايزين عدويه من شيرينبي شخصين تقريبا او ثلاثه عشان ما اكذبش عليكم حوالي في مدار من اول 2019 أما انا سرحت الموقع حوالي 10 اعضاء تمام اللي هم مهتمين وطبعا الناس بتتكلم في الجروب والكلام ده كله ولكن بعضهم عندهم مشاكل في البي بال وما بي بال اوكي وده شيء طبعا معروف احنا كعرب ما عندناش بعد تمام لذلك انا حاولت اللي انا يعني تحدثت مع الفريق وبنقدم ليكم ان شاء الله عرض كويس جدا ان ان هتشتركوا في الجروب بتاعنا التليجرام حاجه سهله جدا في coinadpro.club اللي هو الجروب اللي احنا سيبه لكم بتاع التليجرام الخاص بموقعنا والجروب الخاص في التداول اللي هو اسمه coinadpro quality senior اوكي و من خلال هذا هتسيب الايميل بتاع شريمبي الايميل اللي انت مشترك بيه في شيرينبي اوكي كل شخص هيسيب الايميل اللي عايز يربح عدويه مجانيه العدويه راح تكون لمده شهر كامل تشتغل عليها وتجرب الموقع مش هتخسر حاجه احنا بنهديك عدوتين يعني ما يعادل تقريبا 19 دولار او 20 دولار ممكن يوصلوا الى ثلاث عدويات من موقعنا لاعضائنا في قناه اليوتيوب سواء مشتركين في من خلالنا سواء مش مشتركين من خلالنا ولكن احنا راح نشوف الكلام ده وهنعرف مين المشترك من خلالنا وبالتاكيد هنديله عدويه لمده شهر مجانيه مجانيه يبقى في شخصين هيربحوا عدويه مجانيه وفي شخصين كمان هنشوفهم مين وفي هنعمل لهم تخفيض اللي هم هيدفعوا بالعملات الرقميه واحنا نفتح لهم حساب في شريمبي لمده شهر ليه يا جماعه علشان تعال نشوف في سقوط السوق وحال السوق دلوقتي اخبارنا ايه مع شيرينبي؟ اوكي؟ طبعا انتوا عارفين طريقه التسجيل وكل الكلام ده واحنا شرحناه اكتر من مره. دلوقتي هنخش على موقع شيرينبي ونشوف اخبار السوق ايه؟ هنلاقيه اكيد باللون الاحمر. اللون الاحمر ليه؟ لان طبعا السوق اهو زي ما انتوا شايفين النهاردة أو من امبارح 0.47% يعني ماينس 47% ولكن هذا لا شيء تمام هذا لا شيء أنا ممكن أعوض خسارة النهاردة في دقيقة ونص هقول لكم إزاي أنا أعوض خسارتي في دقيقة ونص النهاردة لو أنا عايز أعوض خسارة تعال نشوف الكاردانو الكاردانو النهاردة شغالة كويس لأنها فيها خبر كويس تقريبا الكاردانو والبيتكوين والكاردانو لو أنا بعت البيتكوين للإيثيريوم وبعت الكاردانو واللايت كوين مثلا أو للإكس بي كمثال كمثال ونسيب الترون ونسيب كل الكلام ده هيحصل كالآتي إن أنا هربح هعلي نسبة إلا إكس بي أو الإيثيريوم أو اللايت كوين أو الترون في الحالة ديت أبيع مثلا كميه معينه مش هقول لك اللي انت تبيع كتير او تبيع قليل انت ممكن تبيع كميه معينه يعني بنسبه صغيره تمام عن طريق مثلا انت بتخش هنا وبتقول خلاص انا دلوقتي يا عم انا مش 25% اديت اندكس هقول له طب بص اديني مثلا كذا كذا او انا اقوم عامل اديت كوينت او انا احط الكوين او انا هقول له انا عايز اسيت كذا واظبط الاسيت بتاعي او هقول له لا ده انا انا عايز اسيت مثلا 25% افضل اسيت او حسب الكوين هقول له خليها 20% هتلاقي السيستم موت راح بايع لك خلي بالك خلي بالكم جميعا الاستراتيجيه بتاعتي مش استراتيجيه وحشه ولا حاجه لو احنا بصينا عليها هنلاقي اللي انا عندي ب في الشرح اللي فات كان معايا 50 دولار او واحد 51 دولار لو انا مش هكذب عليكم وانتم شفتوا الكلام ده عندي بيتكوين عندي تيريوم عندي اكس بي عندي لايت كوين تمام قليل مش قليل عندي بيتكوين كاش اس عندي ترون عندي ستيلر عندي تيتر عندي بيتكوين كاش عندي كل الكلام ده فيه 50 جنيه 50 دولار 50 جنيه 50 دولار بس تمام فالاستراتيجيه شغاله الاستراتيجيه خدامه تعال نشوف النهارده سعر المبلغ اللي انا معايا كام النهارده في البيتكوين وانا جربته 52 دولار يعني انا كسبت 2 دولار من اخر فيديو شرحته بدون عمل اي شيء لان السيستم بيعمل لي ريبلانش او بيظبط لي المحفظه بتاعتي او اداره المحافظ كل ساعتين ممكن اعملها كل ساعه ممكن اعملها كل خمس دقائق تعالوا نروح نشوف الهيستوري بتاعتي طبعا هيقول لي نو انف الوكيشن انا عارف ليه نو انف الوكيشن لان انا جاي النهارده اشرح لكم النقطه دي علشان كده في ناس بتشوف اول الفيديو وتسيب الفيديو تمام عشان انت تعمل ناس كتير قالت على المشكله دي تعال شوف النهارده يوم كام مثلا كان المحفظه يوم 28 3 النهارده بص السوق عامل ازاي يعني في خلال في خلال وقت بسيط بسيط جدا السوق مش مش كويس السوق مش كويس تعال نشوف خلال الاسبوع بوم تك اوكي ف السوق امام حضراتكم مش حاجه طيب عشان اظبط الموضوع ده اعمل ايه لان في ناس كتير قالت مش عارف كذا كذا انا عايز اعمل كام اسيت انا هقول له اعمل لي ثلاثه اسيت تمام هي دي الاستراتيجيه بس قبل ما ابدا الاستراتيجيه بتاعتي تعال نشوف هنا قدام حضراتكم مكتوب اتنين ناس بتقول لي يعني ايه اتنين يعني معناها الريبلانش كل ساعتين هنا العدوية بتاعتك اللي انت المفروض هتكلفك تسعة دولار اللي احنا هديها لك هدية اهو شارين ببريمير هيجي لك هدية تمام هيجي لك هدية انت مش هتخسر حاجة وهنعلمك كمان هنا الكريبتو عرب ما عنديش ولا فلور ومش عايز اكون فلور بس لو انت عايز تكون تابع ليا هيكون خير وبركة هتلاقيني مكتوب كريبتو عربي هتسجل وتتبعني في التداول والله عايز تتبعني اتبعني مش عايز تتبعني اتبع خمسين اي واحد يعني انا مش مشكلة انا وفريقنا بنديك بس العضوية بالمجان وانت توكل على الله يعني بيقول لك اربح واستثمر من خلال مالك الخاص ما اعتقدش ان في حد بيطلع لك في اليوتيوب يقول لك انا هدي هديه وعنده موقع ومش عارف كذا وبيجي ضد نفسه لان الحمد لله احنا عارفين نفسنا وواسكين في نفسنا جميلة يا شباب طبعا هنا المسج بتاعتي والكلام ده اوكي الانفورميشن والكلام ده اوكي طيب انا احل المشكله دي عشان ناس كتير كلمتني انت ممكن تلعب بيهم هنا والكلام ده لكن انا هقوم عامل استراتيجيه حلوه اقول انا اعمل لي يا حاج ثلاثه اسد بوم بص عمل لي ثلاثة اسيد هم رايح بص على الاسيد بتاعي واشوف انا هيديني الاسيد ده ايه هيديني ايثيريوم هيديني اكس ار بي هيديني بيتكوين امم تمام تمام هو قسمهم لي على 25% لو حضرتكم ملاحظين انما طب انا اقول له اديني اربعه اسيد هيديني اكس ار بي ايثيريوم إيه كذا كذا اديني افضل خمسه اسيد بيتكوين كاش لايت كوين ايثيريوم بيرفكت حاجه زي الفل حاجه مفيش اي موقع اتحداك اللي هو يعمل السيستم بتاع شريمبي شريمبي يعني افضل موقع من وجهه نظري تقدر تشتغل عليه وتربح منه ويريحك كمان من منصات التداول يريحك من تعب وكل الكلام طبعا في استراتيجيات اكتر ولكن ليها اسرار عمل تعال نشوف مثلا انا عايز احط النهارده عمله عمله الدوكوين مثلا اقول حط لي الدوكوين حط لي الدوكوين يا عم الحاج يقول لك انا حطيت لك الدوكوين اوكي ممكن اقوم قايل احط لي مثلا ريت كوين اقول لك انا حط لي ريت كوين مثلا حط لي عمله اكس ار مثلا هي تشتغل اكس ار آه؟ ها تمام فانا اقوم عامل كده اقول له ايه مثلا شيل الدوكوين حط لي اكس ار ام وحط لي لايت كوين والكلام ده تعالى كده نعمل نجرب مره ثانيه ونشوف خمسه اسيت ثانيين 4 أسيت بص عمل لي إيه؟ إكسربيتا تتم طيب بيقول لك مينيمم 5% وماكسيم 25% لو انا عايز احط الاكس ار احطها تمام انا هشتغل باربع عملات واقوم ابلاي كده هو عمل لي ايه؟ ظبط لي الاربع عملات بتاعتي اعمل له سيف تمام نرجع على الداشبورد زي ما حضراتكم شايفين هنلاقي ان احنا عندنا الاربع عملات بتوعنا الاصليين القويين والعملات الصغيره الفتافيت اللي موجود عندنا في حسابنا تمام لما ايه ايه احنا شايفين حسابنا اهو تعال نجرب دلوقتي تمام تعال نجرب دلوقتي ونشوف اخبارنا ايه نفس السعر تعال نجرب ونشوف الربح والخساره وكل الكلام ده اللي انتوا عارفينه وحافظينه حضراتكم تمام 25 سنت من الدولار اوكي لازم تخسر ما اتحدى اي شخص ما بيخسرش انا مش فاهم الناس اللي ما تحبش تخسر ديت ازاي انت بتشتغل في التداول وبش... وعايز تكسب على طول يبقى انت انسان مش طبيعي او انسان مخادع الانسان المخادع اللي بيقول لك انا بكسب على طول انا راجل بطلع قدامكم وعندي مواقع ومعانا فريق وبنتداول وبنخسر قدامكم ايه المشكله وده كمثال اوكي كمثال تمام هنعمل بلانش دلوقتي وهننتظر هنشوف السيستم هيقول لنا ايه بعد الاستراتيجية اللي انا عملتها دي وبعدين هنحاول نخش نبيع من المنصات بتاعتنا الفتافيت يعني ايه الفتافيت يعني العملات اللي بتتبقى صياعة المنصات وذكاء المنصات بتدي لك وبتسيب لك فلوس في المنصة زي ما حضراتكم شايفين كاردانو بيتكوين كاش ترون ستيلر قدامنا مبلغ صغير جدا اوكي ولكن ينفع يبقى نعمل ايه ممكن نخش نبيعهم علشان نجمد فلوس تمام لان شريمبي ما بتشتغلكش بحاجه بشيء يعني مبلغ كبير او الكلام ده كله تمام هنتابع اخبار شريمبي ونشوف اخبار السوق عامل ايه دلوقتي احنا دلوقتي هننتظر الريبلانشمنت او تعديل او اداره المحفظه بتاعتنا عشان يرجع كل حاجه زي ما انا عايزها اربع عملات ليه عشان احنا قلنا لو احنا معانا فلوس هنشتغل على اربع عملات على اول خمس عملات الكلام ده كله خسرانين احنا خسرانين ايوه احنا خسرانين انا عارف ان انت خسران انا عارف تقول لي طب ما انت كده جبت فلوس اقل تعالى كده 52 و66 سنت يعني انا خسرت ملاليم اوكي انا خسرت النهارده انا خسرت النهارده ولكن بكره هكسب لان انا جبت ايه جبت بيتكوين جبت تريتيوم جبت اكس ار بي جبت لايت كوين يا شباب تمام في خلال ساعتين السيستم هيشوف في خلال 24 ساعه تقوم رايح كده وتقول له ظبط لي كل مثلا 12 ساعه تمام كل 12 ساعه وما يقول له سيف تمام يبقى ديت الاستراتيجيه اللي انت المفروض تشتغل عليها وبعد كده بتخش طبعا انت لو عايز يعني تدفع بتخش على البي بال وتعمل كونكت يور بي بال ويز your paypal بال يعني تعمل لوجن ويز يور باي بال بهذه الطريقه بوم يوم يدخلك على حساب الباي بال بتكتب العنوان بتاع الباي بال وبتعمل للامام وبيدي لك بعد كده الحساب واهو لو انت عايز ترجع بي ترجع تاني بي طيب ديت الازواج اللي امام حضراتكم اللي انا بتداول بيها، الازواج اللي احنا بنتداول بيها زي ما انتم شايفين امام حضراتكم بصوا اكس ماينس <applause> كل عملات في الماينس ايه دا. تمام ف كل ما عليك ان انت مثلا بتخش على العمله انا ما اعرفش حتى العمله دي ايه بخش كده بشوف هعرف ابيعها ولا ما ابيعهاش ولو بعتها مع الف سلام مع الف سلامة تعال نشوف كده بص هنا إيه رايح فين انت بعد كده هتختفي تمام ما ساعات انا ما يعني انا بلاقي عملات مثلا تك بقوم حاطط كده هوب اختار اول عمله سل سل ممكن يقول لك حتى مش كفايه الفلوس ممكن بص بيقول لك العمله دي مش هتتباع يعني ميتريكس حاطه عمله انا جربت اكتر مره اصلا اكتر من مره في العمله دي تقريبا تمام تعالى نجرب العمله ديت مثلا انا بديك مثال لو انت عندك العمله وازاي تخلص منها وتبدا تشتغل صح علشان انت بص العمله دي حصل لها ايه يعني ممكن دلوقتي انت تبيعها في شكل حلو مثلا سيل حطها كده انا عايز اجمد فلوس اجمد فلوس ليه يا شباب عشان انا اقدر اشتغل هنا بيقول لك ان مفيش مينيمم تمام كل الكلام ده لان هنا لو انت بصيت على المينيمم بتاع بيتريكس هنا ثانية واحدة اهو كونفيرم بيقول لك ان هنا المينيمم 0.0 من العملة ديت تمام 0.01 انت المفروض تعمل ايه؟ تشوف العملات بتاعتك في الوولت مثلا في الحالة ديت عندك دول ما تحاولش تغير اكتر من دول تمام او عايز تظبط حسابك هي دي بقى إدارة المحافظ اللي أنا راح أعمل فيديوهات تانية عشان ما نتطورش عليكم بس أنا هديكم سبوت يعني هديكم نقطة إزاي أنا أدير محفظتي عشان الناس بتقول لك إدارة محافظ إدارة محافظ وأبو عزيزة جاب موز ومش عارف الحوارات دي اللي هو ما يفهمش أصلا هو بيتكلم في إيه أوكي يفهمش أصلا هو بيتكلم في إيه إدارة المحافظ يعني أنا عندي فلوس في محفظتي في الولد بتاعتي في الم... في الحاله بتاعتي ديت وشايف عندي اللي انا عندي العمله دي العمله دي التيتر مثلا العمله دي العمله دي العمله دي. اوكي؟ يبقى انا عندي 1 2 3 4 5 6 مثلا عمله ما لهاش اي لازمه خالص. جيد؟ جيد. هنبص على العمله ديت مثلا نقول اه الفاكتوم الفاكتوم يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اشتري اقل كميه انا معايا 1 اشتغل بيهم تمام؟ ااا إيه 2 مثلا 3 وقلنا اكس بي صح؟ أربعة، هما دول الأربعة اللي إحنا اخترناهم في شريمبي صح؟ ولا إحنا غلطانين؟ إحنا قلنا أربعة اخترنا في... فأنا أما أجي أعمل إدارة محافظ المرة الجاية ما بقولش أوه اشتري لي اللي أنت عايزه، لأ أنا بختار العملة ديت وأزودها بنسبة معينة اللي أنا أقدر أبيع وإلا إذا لو أنا ما زودتش النقاط ديت أو العملات دي هاجي مش هلاقي إن العملات دي اللي أنا ما بشتغلش بيها بتكتر تمام أنا كده كده خسران فيها أنا كده كده ما بعرفهاش أنا كده كده السيستم بتاع أنا ذات نفسي كنت بستخدم بوتات والبوتات دي بتشتغل لوحدها بتختار البامبان دامب فكانت بتجيب لي البوتات دي فأنا مش محتاجها دلوقتي تمام فهي دي الاستراتيجيه بتاعتنا تمام أو تقدر أنت تستخدمها أنا بديك مثال لنفسي حي أعتقدش إن في حد على الإنترنت بيفتح لك الولد بتاعته أو يفتح لك المنصة ويقول لك بصوا مش عارف كذا تمام عشان تقدر تشتغل صح يبقى انت لازم تشتغل بالاستراتيجية دي عشان تقدر تشتغل صح وإلا إذا مش هتشتغل تعال نشوف شريمبي موقع شريمبي عمل ايه من خمس دقايق لحد النهارده لحد دلوقتي تمام من خمس دقايق انت ممكن تست... انا عندي استراتيجيات تانية عشان تكسب منها وتكسب منها بطريقه سريعه كمان متابعات وحوارات ده راح نتكلم عليها ان شاء الله في شروحات تانية في الجروب بتاعنا عشان ناس كتير بتكلمنا على الخاص بتسالنا على الحاجات دي فما ينفعش تمام بصوا يا شباب احنا اشترينا من شيرينبي ايه او عملنا ايه ريبلانش او زبطنا المحفظه بتاعتنا على التلات عملات دول النهارده يوم 28/3 في نفس الوقت واخدين بالكم ولا لا؟ بصوا اشترى لي اهو شايفين ولا لا اللي هو اشترى جميل جميل شايفين اللي هو باع ولا ما باعش مش شايفين تعالوا نشوف مع بعض يوم 28 اهو شيرين بي باع لي واشترى في نفس الوقت باع لي واشترى في نفس الوقت بدون عمل اي شيء خالص تمام ف انا عندي استراتيجية خاصة ان شاء الله بعمل عليها من فترة وراح انتهي فيها في خلال عشرة او خمستاشر يوم تمام واحد ناس كتير جدا اللي انت تستخدم فلوسك وتستثمر بيها ولكن في الحالة دي انت حر نفسك انت حر نفسك خسرت خسرت ما خسرتش ما خسرتش فتحمل مسؤوليتك انت يا اخي واشتغل انت بطريقتك الخاصة تمام يا شباب المطلوب منك اللي انا هسيب لك رابطين تليجرام تحت تشترك في الرابطين بعد اذن سيادتك الرابط بتاع القناة اللي احنا هنتكلم فيها عن شيرين بي وهنختار بيها العدوين للعضوية او ثلاثة عدوية مجانية هيسيبونا الايميلات بتاعتهم واحنا هنختارهم تمام ما ترسلناش على الخاص عشان احنا هنختار من داخل ده هنلاقيك اللي انت اشتركت في الجروب بتاعنا في كوينات برو والجروب بتاعنا بتاع شيرين اللي احنا هنتكلم عليه في التداول والكلام ده وان شاء الله هنظهر لكم في الجروب ان شاء الله مين الاشخاص اللي ربحوا معانا وهيتعمل لهم عضويه في الحال بعد كده ان شاء الله ممكن النهارده ممكن بكره هنشوف بعد ما الوصول الى يعني بص خلينا النهارده يوم 28 خلينا على يوم اول الشهر الجاي تمام يعني هديكوا ثلاث أيام مثلا على واحد أبريل نخش نشتغل على شريم بحنا كده ساعدنا اعضانا وبنشكركم كمان على انكم بتتابعونا وبتسمعونا لحد اخر الفيديو تمام يا شباب ما تنسوناش بتعليق بلايك لو عجبك الفيديو او لو عايز تساعد اي حد يكون بيشتغل في التداول وفي مشاكل دلوقتي او خسران أعرض عليه الفكرة لعل وعسى هتساعده لعل وعسى يدعي لك لعل وعسى تاخد فيه ثواب وإنت سيد قرارك وهو مالك استخدمه بطريقتك الخاصة أنا كل ما عليا إن بديك فكرة ما بقولكش استثمر وهتربح الملايين أو الكلام الكذب اللي بيقوله لك كل الناس أنا بحاول أكون صريح معاكم و دايركت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته